وعانق الأحرار 7 نسائم الحرية وعادوا إلى أهلهم وإخوانهم ومحبيهم بعد 6 أشهر من محنة الاعتقال الظالم. ها هم تعلو وجوههم بسمة المغمور بمحبة إخوته، الواثق من عدالة قضيته، الموقن بمعية ربه، المستخف بكيد خصمه، المستند إلى قوة الحق، المستنير بنور الصدق، المسلم أمره لله عز وجل. ها هم يقتسمون مع أهلهم وأحبتهم الفرح بفضل الله، ويصلون بالمحبة ما حاول النظام قطعه بمسرحية بدأت فصولها فجر 28 من شهر يونيو 2010. اختطاف يذكرنا بسنوات الرصاص، يذكرنا بالكاب وما والأحداث التي عاشها المغرب خلال الستينات والسبعينات. بدأ بداية مفاجئة بتدخل عنيف من طرف السلطات المخزنية، يبقوا على الجيران يعني بالنسبه لهذا، وكيقولوا لهم فاش طلعوا عليهم شكون ياك لاباس، قال لهم راه عندكم الشباره في السطح. فتدخلت في لتؤدي زوجتي وبناتي وابنائي اجمعين بصيغه ما عهدناها من ذي قبل. الكبير الصغير والقريب والبعيد ذاتي العائله عاش ما عاشه المعتقلون من اثر التعذيب ومن اثر الاهانه ومن اثر الظلم والحيف والجور. باش الانسان يفرق راجل على الزوجه ديالو على وليداتو على ابائه راه شي حاجه ما سهلاش. فهاد الحاله ما نبغيوهاش حتى المخلوق، كما بغى يكون الدير ديالو كما بغى تكون الشمسيه ديالو. اختطاف رهيب يجرمه الشرع والقانون والفطره الانسانيه، هذا ما حصل لمواطنين مغاربه في ظل العهد الجديد. كوماندو محترف في فنون الاختطاف والتعذيب انتقل على وجه السرعه من البيضاء الى فاس، والمهمه اختطاف 7 من قيادي جماعة العدل والإحسان. لجأت فيه عناصر الفرقة الوطنية إلى التسلل فجرا عبر الأسطح وكسر الأبواب واقتحام الغرف وتهديد الكبار وترويع الصغار والعبث بالأتات وسرقة الممتلكات. دوني في واحد الطريقة اللي هي رهيبة، يعني لابس شورت نتاعي تاع النعاس اللي كان نعس به لأن كان الجو حر والصيف، ولابس تيشيرت يعني نتاع هذا نتاع الدار يعني باش نعس به، يعني ما راني في داري يعني تهزيت هاكاك بحال بداك الطريقه وصنداله عندي في رجلي. المجزره الحقوقيه التي اقترفت في حقنا من اشهار الاسلحه في وجه الاطفال والعجز، من تعذيب، من تنكيل، من تفتيش والنهب والسلب الممتلكات. دوزنا 3 ايام يعني ما عرفتش حتى تما دخلوني لواحد القبو كاين ما نعشي فيه الكلب. وبقيت عيناي معصبتان مدة 3 أيام نلت فيها من أنواع التعذيب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. تنتهك الإنسانية، تنتهك تم الحرمات، لا يراعى لا قيم ولا ذمم. تعرضت لمحاولة اغتصاب، يعني كيصفطوني مصفات في هذا وكيعلقونا من يديك، يعلقوني بالنسبة في واحد ساعة. السجن أيضا تهو معاناة كثيرة، فرق ديال الناس على الأهل ديالهم على الأحباب ديالهم، كتبغيت منا من فرق عن أولاديه، يعني كتولي تشوف الولد ديالك مسكين باغي يشوفك ما قادش يوصل يشوفك. بعد 3 أيام من الاختطاف تعرض فيها القياديون 7 لأبشع ألوان التعذيب خارج سياق القانون، أحيلوا إلى المحاكمة بتهمة اختطاف وتعذيب محام طرد من الجماعة بعد اكتشاف عمالته لأجهزة المخابرات وبتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة. 6 أشهر من الاعتقال دون حجة تثبت هذه الادعاءات، عرفت جلسات المحاكمة خلالها حالة استنفار أمني لمنع حشود المؤازرين من الوصول إلى قاعة المحكمة. إذن هذه العائلة عاشت هذه المحال لمدة 6 أشهر ولا يمكن أن نطيل، ولكن عاشتها بكل ألوانها، يعني من بعد العلم ديالها لحظة الاختطاف، من بعد التعذيب، أثناء الزيارات، أثناء الحرمان من بعض الحقوق البسيطة للمعتقلين أو لعائلتهم، أثناء الجلسات والضرب اللي تلقاوه العائلة أمام المحكمة، يعني في ساحة العدل يظلم الناس، في ساحة الحق يقهر الناس، هذه كلها كانت لها آثار على هذه العائلات واللي جعلتها تشك في نزاهة هذا القضاء وفي استقلاليته. عبرنا في بيان استنكاري عن هذا الاستهداف الممنهج الذي يستهدف قضيتنا بحيث يحاول أن يطمس معالمها، يحاول أن يمررها
يعني بعيدا عن الاعين الاعلاميه والاعين الحقوقيه، بحيث انه فرض واحد العسكره على المحكمه، لا العائلات ديالنا دخلت، لا الدفاع هو الاخر منع من دخول القاعه، الاعلاميون اهينوا. فكان النظام يريد ان يطمس معالم هذه القضيه وان يبعد كل المراقبين عن المعلومه. محاولات يائسة لتشويه طبيعة الملف وتحريف جوهر القضية فشلت في بلوغ أهدافها، حيث تداعى شرفاء الوطن، هيئات وفضلاء إلى فضح الخلفية والأبعاد السياسية لمحاكمة القياديين السبعة. شفنا في المجتمع المغربي مجموعة من الفضلاء اللي كانت الوقفة ديالهم وقفة رجال في هذا الملف، سواء حقوقيين أو إعلاميين أو يعني مرؤات بشكل عام مدنية مستقلة. فكانت وقفات لمجموعة من المنظمات والجمعيات الحقوقية المغربية اللي كانت مشرفة والتي نشهد لها يعني سياسيا، ونشهد لها حتى أمام الله سبحانه وتعالى. إجماع حول قضية المعتقلين توج بتأسيس لجنة وطنية لدعم ومساندة قضيتهم، ضمت مناضلين حقوقيين من مختلف المشارب والتوجهات. فقد قررت مجموعة من المناضلين والمناضلات تأسيس لجنة مساندة معتقلي العدل والإحسان بفاس، كما سنستمر في المطالبة بتحقيق مستقل ونزيه في ظروف اعتقال واحتجاز ومعاملة المعتقلين السبعة. هذه الكلمة لتأكيد تضامننا مع هؤلاء المعتقلين وتأكيد مطالبتنا الدولة المغربية لضمان محاكمة عادلة لهم، لأننا نعرف أن القضاء في المغرب قضاء تحت إمارة الدولة، ليس قضاء مستقلا، قضاء غير مستقل. وسوابق المخزن في التعامل مع مثل هذه القضايا دفعت حقوقيين ومراقبين دوليين من دول مختلفة إلى المتابعة الدقيقة للملف وإعلان دعمهم للمعتقلين ورفضهم للانتهاكات التي مورست في حقهم، وأثارت هواجس الهيئات الحقوقية الدولية التي تخوفت من غياب شروط المحاكمة العادلة. كما تعلمون نحن لسنا واحدين، بينما هناك الكثير من المحامين موجودين هناك، وهناك أيضا وفود أجانب، وهناك منظمة حقوق الإنسان والعفو الدولية، فهناك إذا محامون، ولكن أيضا منظمات حقوق إنسانية دولية يعرفون هذا الأمر، لأنهم قابلوا هؤلاء الأشخاص الذين يعرفون بأنها تعذيب جرى، وما نوده وأن يكون هناك تحقيق يتحدث عن ظروف الاعتقال وهذا تعذيب، ونتساءل لماذا لا يحدث هذا التحقيق؟ considérant que voilà au-delà d'un certain chiffre semble-t-il on n'accepte plus les avocats. Ça c'est un troisième étonnement. On s'interroge sur une défense équitable digne de ce nom dans de telles conditions. إجماع حقوقي وطني ودولي تجاوب مع مظلومية القياديين السبعة الذين أبانوا عن صمود قوي في وجه الظلم، حيث لم تفلح أيام التعذيب وشهور الاعتقال في زعزعة إرادتهم ويقينهم بعدالة قضيتهم، ولم تثنهم عن فضح المخزن ومكره.